هكذا هي ملامح أفراد القوات الخاصة من محترفي رياضة الكوكسول المصنفة ضمن أخطر وأصعب الرياضات القتالية. لياقة بدنية وتركيز عاليين يميزان أفراد الجيش الشعبي الوطني. يعني ركزنا يعني خاصة الرياضات ذات الطابع العسكري في خش الجيدو والكاراتيه والتايكواندو، يعني خاصة الرياضات يعني رياضة الكوكسول القيادة اللي تلح عليها، باسكو هذه الرياضة هذه راه عندها طابع عسكري محض، فيها القوة البدنية يعني خارقة. ولهذا يعني عرفنا خاصة بالوسائل الإعلام الوطنية الرياضات متواجدة في صفوف الجيش الوطني الشعبي. رياضة الكوكسول هي كورية المنشأ، وبمعنى لهيب الأرض، فن لهيب الأرض يختص بها أفراد الجيش الوطني، أفراد نخبة الجيش الوطني الشعبي، تحتاج إلى قدرة بدنية عالية وتركيز عالي، تركيز بدني عالي، ناهيك عن التدريبات الشاقة والخاصة حتى يتسنى للفرد المقاتل تنفيذ أصعب المهام في ظروف خاصة. الكاراتي، التايكواندو والجيدو وغيرها كثير من الفنون الرياضية القتالية الأخرى تكشف عن وجه ثاني لجاهزية أفراد الجيش الوطني الشعبي. وتميز يعني الناحية العسكرية الخمسة عندنا 19 اختصاص كل يعني المصالح الرياضة العسكرية الموجودة على النواحي العسكرية السادسة، فيها الرياضات يعني الجماعية، فيها الرياضات يعني ذات الطابع العسكري ما يخص يعني ناخذ الرمايات يعني بنوعيها يعني بالمسدس والبندق النصف آلية. رياضة الكاراتيه وهي فن من الفنون القتالية معروفة على المستوى العالمي، انخرط فيها الكثير من الرياضيين لأنها رياضة قتالية محببة. رياضة هذه تايكواندو هي دفاع النفس، رياضة قتالية وتعتمد على الخفة، على لافورس كما نقولوا القوة كما نقولوا مرونتني معها. رانا نشوفوا كل عام بلي الرياضة العسكرية راه في تطور وفي إنجاز كبير، في تطور كبير والحمد لله. بفضل الرياضيين والمجهودات اللي قدموها، بفضل المدرب والمجهودات اللي قام بها، وبلا ما ننسى القيادة الناحية العسكرية الخامسة اللي قدرت توفر لنا أي حاجة باه نقدموا هذه النتائج للرياضة العسكرية. التظاهر اللي تعتبر تظاهرة نوعية كما يقولوا، فما اليوم يعني راهي مفتوحة كما راكم تشوفوا، راهي مفتوحة لشباب المدينة خاصة يعني تزامنت مع الفترة الربيعية، يعني وين خلات يعني اطلاع القدرات الفنية وكذلك القدرات الهائلة الموجودة على مستوى والمؤسسة العسكرية. بمثل هذه اللياقة البدنية والاحترافية العالية يمكن أن نعول على مردود شباب قدم ولا يزال أن يقدم الكثير لأجل هذا الوطن.